احنا عارفين ان العيون مش لون واحد، عندنا الوان كتير، اخضر ازرق بني، عندنا اسود، عندنا عسلي، عندنا عيون كوكتيل، وهنفهم يعني ايه المقصود بالمسمى ده. وما ان طباع رجال الابراج مش واحد، اذا اللي هيعجب واحد مش هيعجب التاني، يعني اللي هيعجب ده مش هيعجب الاخر. طيب احنا في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم بناء على ايه؟ بناء على حاجات كتيرة قوي، زي اللون اللي بيأثر على رجل البرج ده، اللون اللي بيلفت انتباهه، اللون المفضل بالنسبة ليه بيكون ايه، اللي بيجذبه ليه بيكون ايه. الحجر الكريم كمان داخل معانا في القصة، إضافة على كده معرفتنا أصلا بشخصية رجل البرج ده ونظرته للمرأة بتكون عاملة ازاي. اللي دارس الحاجات دي بس دارسها بدقة قوي هيقدر يفهم الحلقة بتاعتنا دي هتتعمل ازاي، وهنفهم واحنا بنتكلم كده عن رجل رجل من الأبراج وبنقارن بينهم وبين بعض. ولكن أنا لازم أنوه لحاجة بسيطة كده، بشكر الناس اللي في الفترة الأخيرة، يعني أنا بقول الناس اللي ما سكتتش على عملية القص واللزق والتقليد والتضليل اللي بتحصل. أنا بشوف كل تعليقاتكم اللي انتوا بتكتبوهم في أي مكان، مش في قناتي بس عامة، وبشكركم بشكركم على مجهودكم ده، حتى وإن كنت ما بردش عليكم بس أنا متابع معاكم وشايف اللي انتوا بتكتبوه. والناس دي الناس اللي هي جريئة وشجاعة في الحق، يعني زي ما احنا بنقول كده لا تخشى لومة لائم في الحق، مادام هم صح ومادام بيتكلموا الحقيقة فهم ناس شجاعة جدا. وأنا فخور إن في ناس شكل دي متابعين عندي وموجودين عندي في قناتي ومن وسط عيلتنا. أنا بشكركم جدا على مجهودكم ده، يعني مش جديد عليكم طبعا. تعالوا بقى نبدأ في موضوع حلقتنا عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، يلا بينا. نتكلم كده، هنبدأ نتكلم كده عن لون لون ونشوف أكتر رجال بتعجب بيه اللون ده، ويا ريت تشاركونا كده، خلينا نتفاعل مع بعض، مش احنا عيلة واحدة. اللي عايزة تكتب لون عينيها ايه وشايفة من خلال تجربتها في الحياة أكتر رجال اتشدت للون ده ايه، خلينا كده نتفاعل ونتناقش مع بعض في التعليقات، ودوسوا لايك رجاء عشان نوصل حلقتنا دي لأكبر قدر من الناس. اللون العسلي سحر الغروب، أي أنثى لونها عسلي من خلال الدراسات، ولازم أقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن بينطبق على أغلب الرجال من الأبراج اللي هنقول عليها دي. فعندك رجلين، هتلاقي معظم الرجلين اللي هيقابلوك في حياتك دول اللون المفضل هو لون عينيك، رجل برج الحمل ورجل برج الجوزاء. على فكرة أنا هقول لكم في آخر الحلقة أنا أكتر لون بحبه إيه، هقول لكم الألوان دي بالترتيب عندي كده من الأول للأخير، يعني المفضل فاللي بعده فاللي بعده، بس في آخر الحلقة اللي حابب إن هو يعني يكمل مع رجل الحمل ورجل الجوزاء. يحبوا قوي لون عيونك أنت كأنثى أو فتاة أو بنت، لون عينيها لون عسل. تعالوا بقى نشوف اللون الساحر، اللون الأزرق. خلينا برضو قبل ما نسيب اللون العسلي نقول بيعمل ايه في رجل الحمل والجوزاء. ممكن اللون العسلي يجذب رجال كتير، بس زي ما قلنا دول من اكتر الرجال اللي ممكن يلفت انتباههم او يعجبهم. هو سحر الغروب كده، بتحس ان في توهج بالنسبة لشخصية البرجين دول، رجال البرجين دول بيبقى لين انعكاس كده على شخصيته. بينما بقى اللون الأزرق لون الموج الهادي طبعا، والسحر والرقة كلها طبعا، العيون الزرقاء دي عيون ساحرة من الدرجة الأولى عامة. فهنلاقي عندنا طبعا هي ممكن تعجب كل الرجال، بس مين اللي يهيم أكتر من الرجال ويغوص في أعماقها؟ رجل برج الثور تحديدا ورجل برج العذراء تحديدا، يسرحوا، ممكن يسرحوا في عيون الأنثى اللي عيونها زرقاء أكتر من أي عيون تانية ممكن تقابلهم، يسرحوا فيها إلى ما لا نهاية. سبحان الله، ساعة ما بيشوفوها كده بيتكهربوا. اللون الأسود بقى سحر الليل طبعا، العيون السود دول يعني خلينا نقول كده رجل برج الأسد ورجل برج القوس تحديدا، يعني هي طبعا العيون السودة فيها عمق غريب، فيها عمق غريب وامتداد كده تحس إلى ما لا نهاية، وتحس يعني قوة شخصية صاحبها أو الغموض إلى حد ما، بالذات لو أنت بتشوفه
لأول مرة وتستهوي رجال البرجين دول قوي، وبتنمي عندهم حتة الفضول العجيب لاكتشاف العيون دي أو للغوص داخل العيون دي عامة. يمكن العيون السوداء تحديدا بالنسبة لرجل برج الأسد ورجل برج القوس بتمثل ليهم قوة، بيحسوا بقوة شخصية الأنثى صاحبة تلك العيون، وهم بينجذبوا إلى حد ما للنوع ده من الإناث. تعالوا بقى نشوف العيون اللي اشتهر صحابها أو أصحابها بالرومانسية. طبعا العيون الخضراء، لما أنا أقول الرومانسية يبقى كده إحنا بنتكلم على النساء صاحبات العيون الخضراء، اللي متعارف ان اصحاب العيون الخضراء من النساء بتكون نساء رومانسية يعني من الدرجة الاولى. بس سريعا برضو هنبه عشان عمليات النصب اللي بتحصل، يا جماعة ملناش اي صفحة على الفيسبوك غير محمد ابو زيد، رجاء انا مثبت رابط صفحتنا الوحيدة في اول تعليق. تتفرج على صفحة على الفيسبوك نصابة، الغي الاشتراك، ما تخليش الناس دول يستغلوكم، رجاء رجاء نخلي بالنا وناخد الموضوع بجدية شوية. بتفرج عليها على الفيسبوك هثبت لك رابط الصفحة والقناة عشان تتأكد كمان، ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب برضو نفس الكلام. رجاء العيون الخضراء بقى هنلاقي عندنا رجل برج الميزان الرومانسي جدا ورجل برج السرطان الرومانسي جدا. بتعمل ايه فيهم؟ ما نعرفش. بتسحرهم، بتدوخهم، بتخليهم تايهين، كل دي مصطلحات نقدر نقولها عيون الأنثى الخضراء بتعملها في الرجال أصحاب الأبراج دي، أو من أكتر الرجال اللي ممكن تتأثر باللون الساحر أو الفاتن أو الجميل ده. طبعا العيون الخضراء يعني، تعالوا بقى نشوف العيون البنية. أما العيون البنية القاتلة فهي ممكن تأثر وتقتل تقريبا كل الرجال، ولكن اكتر رجلين ممكن يتأثروا بيها رجل برج الجدي ورجل برج الحوت. فما تفعله تحديدا، ما تفعله تلك العيون تحديدا في الرجلين دول سواء رجل الجدي او الحوت يعتبر بمثابة الصاعقة ما بين قوة الشخصية الممزوجة بالرومانسية العجيبة اللي بتعكسها النساء صاحبات العيون دي، وتأثيرها على عقل، خلي بالكم، وقلب الرجلين دول تحديدا. هو سحر من نوع خاص، هما اللي يقدروا يفتونا في الإحساس ده، احنا مش هنقدر ان احنا نتكلم عن أحاسيسه. تعالوا بقى ناخد النوع الأخير معانا اللي هو الكوكتيل. يعني ايه الكوكتيل؟ مش في بعض العيون انت بتحس ان فيها اكتر من لون، تحس فيها اخضر وازرق بني على اخضر، في عيون كده او عيون صاحبها يقول لك ايه بتتغير، تحس ان هي في الشمس غير في الظل، غير مش عارف الصبح غير ساعة الشروق. والله بكلمكم بجد، وإن كان ده مش كتير. وفي بعض الناس تلاقي كل عين من شكل، ما هي دي يقال عليها عيون يعني كوكتيل. أكتر رجال ممكن تحب النوع ده من العيون هم اللي فاضلين معانا بقى، رجل برج العقرب ورجل برج الدلو، وتثير اهتمام الرجلين دول في الأنثى أوي، ويشوفوها أنثى مختلف ويشوفوها مميزة قوي على فكرة، وتشدهم وتلفت انتباههم. وتعالوا بقى اقول لكم كده ترتيبا، يعني انا كمحمد ابو زيد بقى اقول لكم اكتر 3 الوان تحديدا في العيون يشدوني. انا بتكلم معاكم بصراحة، احنا عيلة واحدة. بصوا انا العيون الخضراء والعسلي يعني دول في المقام الاول عندي، ما اعرفش هما الاتنين دول كده. بس مش معناها يعني اللي انا هشوف عيونها خضراء او عسلي هحبها، بس انا بتكلم من باب حاجة جميلة فبأبدي اعجابي بيها. بعدها بقى النوع الاخير ده بالنسبة لي انا، العيون اللي هي برضو بتبقى كوكتيل دي بالنسبة لي بتبقى مثيرة للجدل شوية او مثيرة للفضول شوية. يعني بحبكم جدا، اتمنى ما كنتش طولت عليكم. رجاء يا جماعة اشتركوا صفحتنا الجديدة على الفيسبوك من خلال الرابط اللي في الوصف، وفي اول تعليق عايزين نرجع صفحتنا القديمة، خلاص تقريبا كده اتلغت، عايزين نرجع الجديدة بقى. رجاء اللي عنده فيسبوك ما يكسلش واشترك، بحبكم جدا، ودعموا الحلقة بلايك اللي نسي خليني أفكركم. يلا بقى تصبحوا على خير.